أيضا في وقت سابق تحدث أحد الشيوخ عن أهمية إعادة ترميم الجامع، وذكر بأن هناك متبرعين وعلى نفقتهم الخاصة من المواطنين تكفلوا بترميم جامع الباشا وإعادة بناء ما تهدم منه. دعونا نتابع. هنالك مهم وهنالك أهم، لا شك أن المهم في يعني الأهم في الموضوع هو إعادة إعمار منازل المواطنين التي تضررت جراء الحرب الأخيرة على مدينة الموصل وخاصة الأيتام. ولكن عندما ندعو إلى إعادة إعمار جامع الباشا فإنه أيضا من الأمور المهمة والعظيمة. كيف؟ لأن إعادة إعمار جامع الباشا بمعنى عودة الحياة إلى منطقة باب السراي، وهذا السوق الذي كان يحوي الآلاف من العمال الذين تضرروا جراء ترك هذا السوق وإغلاق هذه المحال التجارية. لهذا نقول أن عودة جامع باشا إلى منطقة باب السراي بمعنى عودة العمل إلى باب السراي، وبالتالي عودة الآلاف من المتضررين جراء غلق هذا السوق المبارك. نستقبل تبرعاتكم ورصدكم بالمبالغ المالية، مع أننا بفضل الله عز وجل قد رفدنا وزودنا عبر شخص تعهد بدعم هذا الجامع بمواد البناء كاملة، ولم يبقى لنا إلا اليد العاملة إن شاء الله تعالى، وأنتم أهل الخير والبركة.